الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة 1 مليون أسرة إضافية إلى عدد المستفيدين. يأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة. وبدأ أمس مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلية المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد. أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون إعلان أي تفاصيل إضافية. دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، واعدا بدعم سلطات كييف بقدر ما تحتاج. وقال شولتز إنه لا ينبغي أن تحقق روسيا أهدافها من العملية العسكرية، مشددا على ضرورة دعم الغرب لكييف. وأشار المستشار الألماني إلى أنه سيتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والذخيرة، ويتم تدريب الجنود الأوكرانيين. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت أن بلادها ستمد أوكرانيا قريبا بآليات مدرعة، لافتة إلى أنها لن تزودها في المرحلة الراهنة بدبابات كانت تطالب بها. وقالت لامبرشيت في مؤتمر صحفي أن النجاحات التي حققتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية مشجعة، مشيرة إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يظهر مدى أهمية وضع تجهيزات عسكرية أخرى في متناول أوكرانيا. أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب روسيا بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق. قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أنه من المقبول أخلاقيا أن تزود الدول أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية خلال رحلة العودة بعد زيارته لكازاخستان، حث فرانسيس كييف أنها يجب عليها الانفتاح على فكرة الحوار في نهاية المطاف حتى ولو كانت فكرة مكروهة على حد وصفه. قال البنك الدولي إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي في عام 2023 مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد، وذلك لمكافحة التضخم المستمر. وذكر البنك في دراسة جديدة أن أكبر 3 اقتصادات في العالم الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو تتباطأ بشكل حاد، لافتا إلى أن أي ضربة حتى ولو متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود. قال الرئيس البرازيلي جاريل بولسوناو أنه بلاده تجري مفاوضات مع روسيا ودول عربية لتعزيز وارداتها من الديزل، وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تحاول شراء أكبر قدر ممكن من الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.